دابا انا شفت بانه يعني هذاك الشيء كيبان عندي انا دابا في الشاشه فيه جوج نقاط. النقطه الاولانيه هي اسباب نزول هذا الفيديو، هو انه هذا القيد هذا ابتز هذيك السيده وجا عندها باش يمسمع جيش مقابل خدمات معينه، وهي نسبت له شرك. هذا فعل مجرمي يعني مستقل، خصو يتدان عليه ذاك القيد. هذا الفيديو هذا هذا الفيديو هذا الاخر يعني كيثبت بانه جا عندها الفراش وكيستغلها الى اخره. هاد الافعال الاخرى اللي كتمارس عليه هو اللي بان لي انا هو انه عنف مفرط. دي يعني هذه ماشي جنايه، يعني هذه جنحه يعني تصل الى 5 سنوات. يعني راه انا عنده استغلال النفوذ، يعني كيستغل النفوذ ديالو كقايد يعني مصلحه وابتزاز، يعني راه جريمه خايبه. انا نكون مثلا القاضي غادي نحكم عليه 5 سنوات وحرمان من الحقوق الوطنيه، لانه استغل النفوذ ديالو واستغل يعني السلطه ديالو وكيبتز واحد الامراه. يعني شويه ماشي فلوس هادشي هذا، المهم.